بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بأننا في مدينة اللطام بريف حماة الشمالي، حيث قام الطيران الحربي الروسي باستهداف المدينة بعدة غارات، وهذه هي إحدى الغارات. طبعا في هذا المكان سقط الصاروخ، في هذا المكان سقط الصاروخ وأحدث هذا الدمار، دمار هائل. إذن واضح حجم الدمار من جراء استهداف المدينة بالصواريخ من الطائرات الحربية الروسية، دمار هائل. 21/12/2015. واضح حجم الدمار من جراء القصف بالطيران الحربي الروسي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.